مستمرين معاكم في التغطيه من جديد كابتن ميدو، معايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد بقول لك مبروك المكسب والانتصار، كانت مباراه عصيبه لكن في اللحظات الاخيره الحمد لله استطاع الاهلي انه يحقق الثنائيه والفوز والتاهل لدور الثمانيه. الحمد لله، يعني دايما احنا بنقول المباراه الكوز بتبقى غير مباراه، ما بتبقاش سهله على الجميع يعني، وخصوصا هتلاقي حتى مش في مصر بس او البطولات او البطوله المحليه هنا اللي هي بطوله الكاس، لكن كمان انت بتلاقي حتى على المستوى الاوروبي او المستوى العالمي يعني وضع طبيعي جدا جدا جدا. المباراه بتبقى معتمده على ظروف معينه، على احداث معينه، على اشياء معينه ممكن تساعد او ممكن تبقى ضد يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني النهارده اعتقد ان احنا عملنا شوط اول حتى في اتاحت لنا بعض الفرص عن طريق ميدو او عمرو السليس، الشوط الثاني اعتقد ان انت متسيده كله من بدايته لنهايته، لكن هي دي الكوره يعني، وهي دي مباراه كوز. دايما مباراتنا مع الداخليه تحديدا مباراه ما بتبقى سهله، بتبقى مباراه صعبه يعني حتى في الدوري يعني. فجهاز فني على مستوى عالي، لعيبه كويسه، فرقه الداخليه بنتمنى لها التوفيق، لكن احنا كمان كنا جايين ومصممين على هدف وحققنا الحمد لله 4-0. هل كنتوا قلقون من النتيجه كابتن سيد؟ يمكن برضه شايفين حب جمهور الاهلي ليك وطبعا ده شيء مهم جدا، لكن عايز اعرف برضه اسالك، هل كنت قلقون من النتيجه في الشوط الاول والشوط الثاني وفرص كتير ومباراه الكاس ما فيها مفاجات؟ يعني زي ما قلت لك مباراه الكوس ما بتبقاش مباراه سهله، لكن دايما الواحد بيبقى حريص ان هو يتعامل بمنتهى الجديه في كل الاوقات. يعني المباريات زي ما انتم شفتوا في العالم كله يعني ما فيش مباراه سهله ابدا، يعني مهما كانت النتيجه اللي انت محققها او مهما كانت الوقت المتبقي لابد ان انت يبقى في حذر دايما وتركيز دايما واهتمام دايما وانضباط والتزام دايما في كل الاوقات، يعني مهما كان المباريات ومهما كانت الفرق اللي بتلعبها يعني. عايز اعرف تعليقك على الهدفين، لان بصراحه هدف السوليه مميز وايضا هدف اسلام محارب فيه مهاره عاليه، واسلام متالق الفتره الاخيره في الاهداف، وفي كورتين كمان كنت اتمناهم يجوا جولين يعني. الكره بتاعت ميدو جابر حلوه جدا اللي عملها له السوليه عن طريق فتحي وميدو وحطها لكن ملوش حظ فيها. كمان كره اسلام الاخيره كان ممكن يبقى هدف جميل جدا عن طريق صبر رحيل، لكن في النهايه هذه الكوره يعني بتوصل وممكن يبقى حليف توفيق حليفك وممكن ما يبقاش حليفك، لكن في النهايه خلينا نتكلم في المجمل يعني احنا اشتغلنا كويس على المباراه وعارفين كويس قوي انها كانت صعبه، عارفين كويس جدا جدا واللي جاي هيبقى اصعب. عندنا مواجهه مع الاسيوطي في الدور اللي بعد كده، لسه مش عارفين التاريخ بالظبط ايه، لكن عارف كويس قوي ان المباراه اللي بتكوز بتبقى مباراه صعبه. سؤال اخير، مواعيد المباريات لسه مش محدده، سواء مباريات الكاس او حتى اخر مباراتين في الدوري، مباراه المصري المؤجله ومباراه الزمالك، وعندك مباراه اعتزال كابتن حسام غالي، نتمنى له التوفيق يا رب مع مباراتين افريقيا كابتن سيد. يعني خليني اقول لك دايما ان الموسم ده هو موسم استثنائي من كل بكل المقاييس، ضغط مباريات وعدد مباريات متزامن ومتلاحق، لكن خلينا نعديه بقى بكل احداثه كده، ويا رب ان شاء الله الرحمن يكون التوفيق حليفنا، وناكد على الثنائيه بتاعت كاس السنه دي زي ما حققنا السنه اللي فاتت الدوري والكاس، ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون الكاس حليفنا السنه دي باذن الله. كابتن سيد شكرا جزيلا. اذا قلنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، عوده من جديد للاستوديو، وكابتن عبد الحميد حسن بعد الفوز اليوم على الداخليه والتاهل لدور الثمانيه في كاس مصر.